المهم حنا اليوم مع بنات من الموسات اللي حضروا معنا بيان سور في العقد ديال امم عزيه كما كتعرفوا صحباتي هاد الهبيله وهذا ما شاء الله دابا كما كتشوف هذه بنت هادي وهذه امها هادي وهذه صاحبتهم والاخرى بنتهم وحنا ولاد اللذينة. المهم انا بعدا فاش نتلاقى معهم تنفرح لان صراحه الله ما كيمشيو احسن من المراكشيات والمراكشيين لا في قصارتهم لا في نزاهتهم لا في جلستهم وكما كتعرف اللعابات المراكشيات تيبقاو الطب في المغرب لانهم عندنا اول حاجه اللهجه لاكسون وعندهم الابداع تقدر من والو كيغني كما شتي دابا قبيله تبارك الله بنوازات تيخرجوا شي حوايج اللي تيولي تتغناو بهم في مدن اخرين وتبارك الله عليهم هذا الشيء موروث يعني كما تنقول حتى الحابيت موروث تبارك الله الام عطاتها للبنت البنت عطاتها للبنت وباهم ما شاء الله كما كتشوفوا يعني كتكون كتلقى شي حاجه اللي محسوسه ملموسه يعني كتلقى داك الشيء وراثي ماشي هي كيجي كتطفل تيقول لك انا راه لعاب ولا شي حاجه داك الشيء راه دم عندي حقي في الزين وزيد رضات الوالدين واللي ما بغانا كاع هادشي داش برد اتساع ان شاء الله اكيد اكيد ان شاء الله كاين كشكون ان شاء الله كشكون شعبي مغربي اللي خديت منه بعض الفنانات المغرب مثل ريموند البيضاويه الحاجه حليمه خديت مقاطع اللي درت واحد الكشكول شعبي في 3 دقائق ونتمنى الله ينال الشعب المغربي واللي فان ديالي وانت وين على جوج بكروفات حتى هما على جوج خضر ديالي انا عند بعض يلاه عمرها دار الله يعمرها دارك بنتي هذيك كبات عندي في الدار اليوم فرحنا لا ما سمعنا شي وجينا عندها الله يكمل عليها بخير قولي لي تهضر تلعب الله يكمل عليها بخير تكمل كايا الله يكمل عليها بخير راه بنت راه كبرات مع بناتي هادي باقي ما كلات الدجاج ما طلعتش ما كانت واكله ما تهضرش المهم بعض الزياف فرحنا لا بعض النهار تاع اليوم بعض النهار تاع اليوم هي عاد علينا اصلا ولكن حنا جينا عندها ديك علاش لا كنا خدامين وجينا عندها على غفله فرحانين لا الله يكمل عليها بخير الله يثبت لها الغرس ايوا شطح لي انت وصغرتي ايوا صور وكيشطح والله حتى صغرتي كاينه ولا لا ايوا هاكي يا لا لا والعسيان دام كان تاشر غسي لي زهر اليوم احنا فرحانين مع اميمه بعزيه الله يكمل عليها بخير ويا ربي تسعدها في حياتها هي والزوج ديالها والله يكمل عليها بخير يا ربي وتستاهل راه فنانه زوينه وقلبها زوين وطيبه وقلبها كبير الصراحه الله الله يعاونها ويسهل عليها خلي كلمه لماريا هي الله يكمل على اميمه صراحه الله فرحان لها بزاف الله يكمل عليها والله يعطيها الدنيا الصالحه ما تنساوش مرضيه الوالدين الله العظيم الا مرضيه الوالدين هادشي حنا شفناه بالتجريب حيت اميمه ماشي برانيه علينا ولا حنا جابتنا دروكا غير باش نجيو عندها ولا نشوفوا هادشي ولا نحضروا معاها فيه حنا اميمه راه عاشت معنا منين كانت باقا صغيره اميمه مازال ما تدخل لهذا الميدان وشفنا كلشي بعينينا وراه مرضيه الوالدين بجد صراحه وبين ربي يكمل عليها ويفرحها هادشي اللي كاين والله القسم لا انا لا اميمه دابا ولدي تبارك الله عنده 6 سنين وانا باش تنعرف اميمه وعرفتها في واحد العقل انا عقلي صغير وهي كانت بديك الساعه حتى هي كنا داكشي تاع الحماق والله القسم يا قلبها زوين وزوينه ومرضيه الوالدين والله يسهل عليها ويعاونها يا ربي ويطلعها في حياتها الله يفرحها الله يفرحها ويعطيها الدنيا الصالحه الله يكمل عليها بخير وحنا تنحبوكم كده تحبونا تنحبوكم معكم مجموعة بنواسات هواريات مجموعة بنواسات معكم لطيفة بنواسة حجيبة بنواسة ماريا التاية بنواسة صاحبتنا ومنا وكل شي فيها وعزيزة بنواسة وغيابية سلمى بنواسة مع سعاد بنواسة تنحماقوا عليكم وتنموت عليكم الله يكمل على أمي بخير